وإذا أردنا بعض من المساعدة، نستطيع الذهاب للأسئلة الشائعة. وإذا ذهبنا للأسئلة الشائعة، نضغط هني كيف نشتري. يمشي الموقع مع الطالب خطوة بخطوة، وعلم شلون يشتري الباقة أو الكتاب. يعني هني نستطيع رؤية هذه الخطوات بالتفصيل. قم بإضافة المادة التعليمية التي تود في شرائها إلى السلة الخاصة بك، ثم قم بمراجعة الطلب الخاص بك، ثم انتقل إلى اختيار طريقة الدفع. سوف تظهر لك بيانات العملية وإجمالي المشتريات بالدينار الكويتي. اقرأ الشروط والأحكام، ثم اختار أوافق على الشروط والأحكام المذكورة أعلاه. اضغط على الزر الخاص بإتمام عملية الشراء. ستجد المادة قد تم إضافتها إلى المشتريات، ويمكن فتح التطبيق وتحميلها. مثل ما شفنا، خطوة بخطوة ماشي الموقع مع الطالب عشان يسهل عليه هذه العملية. كيف يمكنك البحث عن المواد التعليمية المتاحة؟ هناك أكثر من طريقة للبحث عن المواد. من الصفحة الرئيسية قم باختيار المرحلة الدراسية، ثم اختار المادة التي تريد البحث عنها، ثم اضغط على زر بحث. من صفحة المواد يمكنك اختيار المرحلة الدراسية والمادة التي تريدها، ثم اضغط على بحث. يمكنك اختيار كل المواد الموجودة في المرحلة الدراسية من صفحة المواد، حيث يمكنك اختيار الفصل الدراسي ثم المرحلة الدراسية، فيظهر لك تلقائيا كل المواد الموجودة في هذه المرحلة. كيف يمكنك التسجيل في الموقع؟ حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى الموقع، الرجاء اتباع الخطوات التالية. اضغط على زر تسجيل الدخول. يمكنك الاشتراك في الموقع عبر حسابات التواصل فيسبوك وجوجل، أو يمكنك عمل حساب جديد ثم الضغط على زر التسجيل. إذا كنت أولي أمر الطالب، قم بالضغط انضم إلينا وعمل حساب خاص بك. بهذه الطريقة نقدر نشوف أن الموقع مسهل على الطالب كل الخطوات وكل الطرق التي ممكن أن الطالب تواجه له مشكلة فيها، فالموقع يسهلها من خلال أنه يمشي خطوة بخطوة وبالتفصيل الممل. وبكذي نكون غطينا موقع كشكول، وأتمنى تكونون استفدتوا من هذا الشرح المبسط والسريع، وأتمنى أن الشرح هذا يكون فاتكم بطريقة من الطرق. شكرا لاستماعكم.